تكلم قرآن وسنة، اسمع واسكت، ركز فقط وحس. قرآن وسنة رب العباد ده من فوق سبع سماوات، وسيدنا النبي زي ما سامعين معايا الدكتور صالح بيقول لنا ايه، اعتقد يعني نهون على نفسنا شوية، والأدلة والكلام اللي بيقوله الدكتور صالح من آيات قرآنية أو حتى مواقف وأحاديث تخلي كل واحد خايف دلوقتي بيشوفنا يا جماعة. والله العظيم هتعدي إن شاء الله، هتعدي أعلى من الأرقام بتخد والوفيات والإصابات، ولكن بكلام الدكتور صالح ده قال لك رب العباد هو اللي بيدبرها مش هيضيعك، ما هو يعلم امتى تتشال الغمه وهلطف بمين ومين هيتصاب وهيخف ومين مش هتجيله خالص، ومين لو حتى ربنا توفاه يبقى ربنا كاتب له انه يتوفى بكورونا في التوقيت دوت. ف يعني نهون على نفسنا شويه. عاوز اطمن برضو الناس لان الناس اختلفت، معلش والسؤال ده انا تاني مره اساله بس انا حابب برضو عشان التون عليت شويه. هل الناس، وهقول لك دلالته ايه، الناس بتقول ان اللي بيتوفى بكورونا طبعا ده وباء وربنا يا رب يعني يحفظ كل الناس، هل دي بتبقى موتة كده ده والله اعلم طبعا يعني ده مغضوب عليه ولا كويس، هل هو شهيد، هل لا ده مات ما اتدفنش وما اتغسلش ويقعد معانا وما عملنا لهش عزاء، ما احساسنا كاهله مش عارفين ناخد عزاء مش عارفين كذا، بعض الناس تراها مدلول ليس جيد، وبعض الناس تقول لك لا ده ميت شهيد او اكيد ربنا ليه حكمه. كلمه الدين في هذا التصرف الذي يتوفى بهذا الوباء، عشان برضو ايه في ناس عيانه وفي ناس الاجابه بتاع السؤال ده هتفرق بالنسبه لي عشان نهون عليهم يا دكتور. احنا عاوزين بس نطمنهم الاول ان شاء الله والله هتخفهم، وان شاء الله عز وجل هتعدي معاكم باذن الله عز وجل، ودعواتنا ليكم بفضل الله جل وتعالى. بس بنقول بشرى سيدنا النبي ان سيدنا النبي بشرنا ان اللي يموت في وباء او طاعون او شيء من هذه الامراض انه شهيد باذن الله عز وجل. سيدنا النبي قال كده عشان ما حدش بس يبقى ايه قولا واحدا، وده كلام علمائنا الكبار رضوان الله عليهم. بس برضه يا استاذ هاني اسمح لي ابعت رساله. بنسمع حاجات غريبه النهارده يا استاذ هاني. بنسمع استغاثات، واحد بيستغيث ده انا والدي كان عنده كورونا والحمد لله تعافى وراجعين البيت الجيران مش راضيين يدخلونا. ده في مواقف تنمر بقى للصبح، ده انا جبت هنا في البرنامج وكان مواقف اللي خايف ياخد امه واللي معرفش منعه دفني مين هنا ايه وسيدنا يعني احنا سمعنا استاذه كبيره تدير مؤسسه خيريه كبيره بتستغيث ان انا دار مسنين عندي حالات كورونا وبكلم الاولاد محدش راضي يجي ياخد اباؤه ولا امهاته. احنا بنبعت رساله. بنسمع برضه يا استاذ هاني النهارده اللي بيتاجروا بالبلازما بيبيعها اللي هو كان في يوم من الايام لسه مصاب، الله اعلم هيخف منها ولا لا، لما خفيت بتاجر بقى بالبلازما وربنا انعم عليه بالشفاء. فاول ما يعمل يتاجر كلهم دول يا دكتور صالح. وبعدين ده كمان في ناس بتكذب وفي ناس بتدعي ان هي كانت مريضه وهي مش مريضه. احنا عاوزين نبعت رساله لكل هؤلاء جميعا نقول يا جماعه تعالوا نرحم بعض، تعالوا نرحم بعض. الابتلاء ده رساله لينا ان احنا نرجع لربنا ونصطلح مع ربنا ونتعاون مع بعض ونمد ايدينا لبعض. النهارده مؤسسه سقيا الماء وهي نازله النهارده بتحفر الابار وبتساعد المؤسسات الطبيه وبتقدم قوافل، انا سمعت تقرير مع حضرتك يا استاذ هاني، عاملين ما شاء الله قوافل طبيه للمستشفيات بيقدموا الاسبوع الماضي ودوا الاوسيم المركزي اجهزه تعقيم وادوات طبيه سقيا الماء في ازمه كورونا ما شاء الله ليها يعني بتروح على طول بتقدم. انا عاوز ابعت رساله للافراد وللمؤسسات ان عاوزين نحذو حذو مؤسسه سقيا الماء في هذا الدور الايجابي، ان يكون لنا دور ايجابي ان نرحم بعض، ان نمد ايدينا لايدين بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان امراه دخلت النار في هره حبستها قطه، حبست قطة ربنا دخلها النار، وقال لنا ان ربنا غفر لامرأة بغية عشان سقت كلب. طب ما بالك يا استاذ هاني اللي يرحم انسان، اللي يرحم نفس. ربنا قال لنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن اسماء ربنا الرحمن الرحيم والراحمون. سيدنا النبي قال لنا الراحمون يرحمهم الايه؟ الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في الايه؟ من في السماء. فعاوزين نقول يا جماعة تعالوا نرحم بعض عشان ربنا يرحمنا، وده شرط من شروط رفع البلاء رحمتنا لبعض وان ربنا يشيل عننا اكيد اكيد بسلوكنا احنا برضه يا دكتور صالح، مش كده برضه؟ الله اكبر الله اكبر. طيب عايز اقول لكم كمان وهرجع اكمل مع الدكتور صالح، عاوز اكمل الرساله الايجابيه لما تبقى المؤسسه الخيريه او التنميه زي سقيا الماء بتروح محافظه اسيوط عشان تقدم مشاريع ودعم في ظل ازمه كورونا والناس اللي قاعده مش لاقيه اكل وفلوس وشغل. هستاذنك يا دكتور صالح، معانا تقرير مع السيدة فاطمة الخياط وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط. راحت سقيا الماء قدمت مشاريع تنمية، مكان خياطة وأفران للناس وقماش ودقيق، تقول لهم خدوا اعملوا مشروع بيعوا واشتغلوا وهاتوا رزق وكلوا واشتغلوا حتى الله. وإحنا في عز الأزمة دي بالتنسيق طبعا مع الجهات الرسمية. حابب أفرح الناس برضو النهاردة مع حضرتك مع دور مؤسسة سقيا الماء ونسمعهم الجهة الرسمية اللي هي التضامن الاجتماعي مع المؤسسة لما بتتعاون معاها بتقول إيه وبتعمل إيه مع مؤسسة سقيا الماء.